لو كان 150 مادة عندنا 142 مادة متوافق عليها طبعا، مفيش فيهم كلام. الثمان مواد اللي ممكن يحصل فيهم كلام واضحين، 50% عمال الفلاحين، مجلس الشورى يبقى ولا يتلغي، نائب رئيس الجمهوريه يعين ولا منتخب. يا بص الشعب، من ايسر ما يمكن ان مضمون المواد تحسب. عظيم. القضيه دايما في التوافق. عظيم. الوطني. تعالى بقى العمليه اللي تؤدي الى يا باشا توافق. ازاي مثلا دستور ام دستور يؤدي الى توافق؟ يعني لا 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 التوافق يؤدي. انا هقول ليه، انا عايز هي فكره الدستور اصلا قائمه على الرضا الاجتماعي. الرضا الاجتماعي يعني علم الدساتير اول ما بدا في السياسه معمول عشان يعبر عن حاله رضا اجتماعي. التراضي يعني على فكره سموه في الاول الوفاق الوطني واحسن. انا ممكن اعمل لك وفاق وطني لو احنا نجحنا سعادتك. نعم. في ان احنا نعمل راي عام. لا لا احنا لو نجحنا في راي، معلش اسمعني بس سعادتك للاخر هسمعك وعايز. احنا لو عملنا راي عام في ان احنا ماشيين بالترتيب ده نعمل في اول فبراير. هل هو التوافق الوطني بيعني مجموعه الاحزاب ما اعرفش ايه؟ ابدا بيه يعني تراضيهم والناس اللي قاعده في الميدان ده ايه؟ التوافق الوطني لا يا فندم، التوافق الوطني مجموع يعني تحصر الرضاءات الشعبيه كلها التي تمثل كل القوى الشعبيه والقوى المجتمعيه مش القوى السياسيه. يا سيدي يا سيادة المحافظ، يا سيادة المحافظ، احنا حضرتك لسه قايل دلوقتي مش عايزين نبتدي من الصفر، مش عايزين نعيد اختراع العجلة. نعم. انا بقول التوافق الوطني ليه 95؟ لانه الاسس والمبادئ المنظمه لكيف يحكم تمثيل الجماعه البشريه المصريه. ما هو ما انتكش حلم مراد. نعم. ابراهيم شكري. نعم نعم. ما انتكش الناس دي. لا لا كان في ثلاث احزاب شيوعيه عندك جنب. لا بقول يا سيدي لا اسمعني اسمعني اسمعني. العريان كان موجود. العريان على فكره كان منوط. خلينا بس واحده واحده. ده خرج او اوت بوت لعمل مؤسسه. بس في واقع سياسي اتغير. ما احنا بنقول دلوقتي الواقع السياسي اللي اتغير فيه ايه؟ انت ما حلتكش على مدى القرن غير اربعة مدارس. عفوا بعيد عن المدارس، ما انا كنت وظيفه المدارس دي زي حضرتك. بس بقصد ان دلوقتي بقى عندك مجتمع مشارك. ما كانش عندك مجتمع مشارك. مشارك بمعنى في اليه جديده لصناعه القرار. ده نمره واحد. عندك مئات ائتلافات شبابيه لاول مره تشارك في العمليه السياسيه. شكله ايه؟ وخلي بالك من طبيعه مشاركتها كمان. ده شيء جديد خالص. اول مره تشارك في حياه اشخاص النظام. يعني طبيعه المشاركه من حيث الكيف كمان ومن حيث الكم مختلفه. فدي تبني نظريات سياسيه. يعني سوف تنشئ نظريات في علم الاجتماع السياسي جديده. لازم المراه اللي ما خرجتش 50,000 امراه كانت يوم الاربعاء هنا في الشارع. انا مش عايز اطيل عليك. وهنقعد تاني مع بعض ونكمل. الخريطه بتتغير وهتتغير عبر التاريخ. بس انا عايز اقول اما بنتكلم على مبادئ منظمه او اسس او عمل مؤسسي او يعني ايه اولا بس نقرا التاريخ ده فقط. اعمل سيرش. احنا يا سيدي بس نقرا التاريخ. ليه اهميته؟ لان اللي بتقولوه ده كله هو اللي اتعمل. لم يخسر طرف ولم ينقع واحد وقعدوا اشتغلوا سنه على الترابيزه. هو ده القضيه. انت يجي الجمل ولا حجاز وضع ساكن وليس متحرك. مين؟ اللي تم في 95 كان وضع ساكن مش متحرك. يا سيدي ده انا مش عايز غير 2012. ما هو احنا مش هنروح علشان يبقى ده قران اللي اتعمل. احنا بنشوف اتعمل. ايوه. ايه اللي انتهى ليه؟ نبدا من حيث انتهى. مستفيدين بالاسس المنظمه العمل المؤسسي. يعني ايه اتعمل عمل مؤسسي؟ في حاله الحراك. حط في حسبانك حاله الحراك اللي بقى الموجود اللي ما كانش موجود. الشباب اللي ماشي يهتف اللي مش همه ده. شوف سعادتك وصل لايه. ده بدا حاله حراك غير عاديه موجوده في القلب منه على طول. انا عايش في التحرير. انا ساكن. انا فاهم. طيب ده عمرنا يعني لا انا بصراحه معلش يعني من الواحد عايش في وسط ده. فانا انا مش شايف يعني. انا يعني ارجوك فقط. انا بس ما شفناش ناس. ايوه صح ده كويس. بس انا من 68 ما شفتش مظاهرات. انا طلعت في مظاهرات 68 69 بتاعت الجامعه. من ساعتها ما شفتش. لا انا عشنا ما شفناش 71 و72. يعني 68 الحجريه عملنا مظاهرات. الم يشهد التحرير ده الكعكه الحجريه عبد الناصر في اوائل سبعينات القرن 72 ويناير 71 72 برضه. ما احنا ما كانتش 69. 69 دي كانت. ايوه 68 انفصال بين كل يعني محطات التاريخ ومراحله. كله بيدي لكله. كله بيلعب كله. كل سنه وسعادتك طيب. طيب على خير. كل سنه وسعادتك طيب. بالتوفيق يا باشا.